سيادة العميد قل لي أختو الله يعينكم، يعني أنتوا أبطال حقيقيين ومجربين. الآن المعركة أمامكم معركة من طراز خاص مع عدو هلامي، الآن كيف تديرون اليوم معركة من هذا النوع؟ العمليات المشتركة، ما هي الخطوات أو الفعاليات التي تقوم بها في داخل بغداد والعراق؟ سادة نجم، طبعا ما يخفي عليك ولا يخفي على الشعب العراقي، احنا الآن جاذا عدو خفي، عدو غير معلوم، وهو وباء فيروس كورونا. نعم. لهذا اتخذت عدة إجراءات بتوجيه قبل سيد القائد العام للقوات المسلحة، وأيضا من خلال سيد وزير الدفاع وسيد رئيس أركان الجيش ومعاون العمليات، أخذنا إجراءات عديدة من ضمنها أنه عززنا المناطق التي تتواجد فيها قوات شرطة بقطاعات من الجيش. نعم. لغرض فرض الحظر الصحي والوقائي. طبعا بالمناسبة، نعم، المواطن لابد أنه يفرق أنه هذا حظر هو وقائي صحي وهو ليس أمني. تمام. أو عقوبة للمواطن. تمام. الحقيقة الداعم الأول لهذه القوات التي هي متواجدة في الشارع هو المواطن. إذا لم يلتزم المواطن بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها كوادر وزارة الصحة مشكورة، حقيقة راح يعني ممكن أنه الله يقولها، إذا ما التزمنا راح نكون يعني. أستاذ يحيى، أكو ملاحظة أود أن أنشط ذاكرتك بها، أنت أفهم مني بالعمليات العسكرية. الآن اللي دي يصير بالعراق، أنا قلت في بداية المقدمة إحنا عندنا أصعب 14 يوم الآن. اللي يصير الآن هو الحظر على الشوارع العامة. المشكلة بالتجمعات بالفرعيات، لماذا لا تسيرون دوريات راجلة أو دوريات مسيرة في داخل الأفرع لمنع الاختلاط؟ يا أستاذ نجم، أنا حكيت لك بالبداية يعني لابد أنه هنا هو يبقى دور المواطن. اليوم معركتنا معركة صعبة. تمام. يعني خلال علاقتي ويا الأخوان الأطباء في وزارة الصحة، أي أنه اليوم يعني من إلى تاريخ 15/4 هذه الفترة هي الفترة الحرجة. لهذا إحنا نبذل قصارى جهودنا، يعني قوات الجيش، الشرطة، الأجهزة الأمنية، المرور، الإطفاء، حتى إحنا قطعات جيش يعني مقسمين. أولا الحدود والصحاري والجبال وعملياتنا النوعية والاستباقية مستمرة. تعرف أنه في خلايا داعش لا زال تابع هذا الموضوع. نعم، تابع هذا الموضوع. النقطة الثانية، احنا الان موجودين بالشارع ويا الاخوان في موضوع ان الحظر الوقائي والصحي. طيب. ايضا ككوادر وزارة الدفاع، مديرية الامور الطبية، مديرية الصنف الكيميائي، يوميا حملات تعفير في كل محافظات العراق بعجلات الجيش، بموارد الجيش، نعفر هذه المناطق. وايضا سوينا كمديرية اعلام، بعثنا رسائل صوتية وسيرنا مكبرات صوت داخل المناطق لحث المواطن على الالتزام. اليوم المهمة هي مهمة المواطن أول شيء، شعور بالمسؤولية. أيضا حقيقة لابد من خلال شاشتكم الكريمة، أنا أتقدم بالشكر إلى جهتين رئيسيتين حقيقة. الجهة الأولى واللي هم أعتبرهم خط الدفاع الأول الآن هم أبطال وزارة الداخلية وكوادر وزارة الصحة. تمام. فكل التحية والاحترام لكل اخواننا من اطباء وممرضين ومسعفين وعجلات اسعاف الصحة، حقيقة تبذل جهد كبير جدا. ايضا اني اشكر حقيقة كل وسائل الاعلام يعني ومن ضمنهم قناتكم وكل القنوات اللي الان تدعم بحملات توعية للمواطنين. لهذا احنا كأيد وحدة ما صفق اذا ما اجتمعنا كليتنا. والله نتمنى منك سيادة العميد الآن تكون رقابة شديدة ومشددة على السيطرات، والسيطرات اللي تقوم بهذا من خلال هذا الفيديو راح تكتشفون بلاوي، لأنه اليوم أهل